منذ سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على مفاصل الدولة، عمدت إلى حظر عدد من المواقع الإخبارية وقمع حرية الإعلام والأصوات الإعلامية المعارضة لها. محافظة حضرموت نالت نصيبها من المشكلة من خلال الضعف الشديد في الإنترنت وانقطاع متكرر لخدمة الاتصالات المحلية دون وجود أسباب مقنعة من القائمين على الخدمة. ومن الطبيعي أن ينعكس كل هذا التراجع في خدمة الإنترنت على أي عمل بشكل عام، لكنه يشكل بالنسبة للصحفيين والإعلاميين في حضرموت عبء كبير، حيث يتسبب بعرقلتهم التطلب في إنجاز أعمالهم الآنية والسرعة. حقيقة منذ أكثر من عام باتت خدمة الإنترنت رديئة جدا بسبب الانقلاب الحوثي وتحكمهم في مؤسسة الاتصالات العامة بصنعاء. هذه المشكلة سببت لنا كإعلاميين وصحفيين بشكل عام صعوبات كثيرة في أداء عملنا الإعلامي. أنا أتحدث عن نفسي كمراسل لصحيفة ورقية، مطلوب مني تقارير نصية فقط، أستغرق أحيانا في إرسال تقرير إلى ساعة والساعتين تحينا لإعادة أو سرعة الإنترنت. هذا فضلا عن الإعلاميين المراسلين القنوات، فالصعوبات أمامهم ستكون أكبر بكثير مما نلاقيه نحن الصحفيين. تظل مشكلة ضعف الإنترنت وانقطاع الاتصالات واحدة من أهم الوسائل التي استخدمتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للتضييق على حرية الرأي والتعبير، بل وأبعد من ذلك للتستر على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المواطنين. تعاني محافظة حضرموت من انقطاع متكرر وضعف شديد في خدمة الإنترنت، وازداد سوءا بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية. حداد مسعد، قناة بلقيس، حضرموت.